شهدت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء مساء أمس الاثنين جلسة جديدة من جلسة محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين. وعرفت جلسة أمس الاثنين مواصلة عرض الفيديوهات الجنسية التي تخص إحدى المشتكيات والتي توثق لممارسات جنسية شاذة وسادية. وحضر جلسة أمس السرية كل من المشتكية وداد ملحف وسارة المرس، فيما تغيبت كل من نعيم الحروري وأسماء حلاوي وخلود الجابري. وأمر قاضي المحكمة خلال جلسة أمس إحضار جميع المصرحات وضمنهم مريم مكرم وحنان باكور وأمل هواري وعفاء برناني بالقوة العمومية خلال الجلسة السرية التالية التي حددت يوم غد الأربعاء.